ويقصد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجد قباء الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم صلى في قباء كان له ثواب عمرة، كأنه أدى عمرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور هذا المسجد الذي أسسه في مجيئه وهجرته للمدينة في كل يوم سبت، وإنما كان يوم السبت لأنه يوم الجمعة يتفقد أصحابه، فمن رآه غاب منهم مثلا يذهب يوم السبت إلى قباء يلتقي به. كان هذا العام التاسع يسمى عام الوفود، بعد أن فتح الله مكة وأصبحت دار إسلام وبدأ الناس يفدون ويبعثون بالوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه وليأخذوا عنه الرشد والهداية. وقد روت كتب السنة العديد من هذه الوفود، وفد عبد القيس، وفد ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر الذي جاء وقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الأبيض المتكئ. قال ابن عبد المطلب: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل عما شئت. قال: أسألك بالله، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بالله، من خلق السماء؟ قال: الله. من خلق الأرض؟ قال: الله. من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر وهو شهر رمضان؟ قال: اللهم نعم. أنشدك بالله، الله أمرك أن نخرج من أموالنا لتوزع على فقرائنا؟ اللهم نعم.